طبخة بلحظة برعاية الأكاديمية الملكية لفنون الطهي. الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، وطنية الأهداف، ملكية الرؤية، وظيفة لكل خريج. شوربة القرع بالكريمة. المقادير: كيلو قرع مقطع مكعبات، بصلة مفرومة ناعم، حبة بطاطا مقطعة مكعبات، كوب كريمة، جزر مقطعة مكعبات، لتر مرق دجاج، زيت الذرة، ملح، فلفل، بهار مشكل. وهلأ رح نسمع طريقة التحضير. بطاطا مرق الدجاج، كيلو أرعوزة جزر مكعبات، ملح فلفل كريمة بصل وهي البهار. اخلط أرعوزة بطاطا ومرق الدجاج، ضيفي ملح فلفل كريمة بهار وشوي زيت. شوربة القرع. لتعرفوا أكثر عن مقادير وطريقة تحضير شوربة القرع، زوروا صفحتنا على الفيسبوك RACA Jordan.